السعودية دمج السعادة لنا في كل عام بالمعالي بها عظيم. في ذكرى اليوم الوطني 86 نستلهم الحقيقة الكثير من العبر والتاريخ المجيد الذي تحقق منذ توحدت المملكة العربية السعودية على يد المؤسس المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز وأبنائه البررة الذين تولوا قيادة الوطن إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وتحققت نهضة تنموية شاملة شملت جميع المجالات والجوانب وشعر بها المواطن والمقيم.